ويبدو زميله اللي احتك فيه ماكنزي مور لرينالدو بالكمان. ويليامز ويليامز وين الهلب؟ ما في هلب باسكت ان سبرتا. إذن نشيد الوطني اللبناني. جديد على الجانب الاخر مايتي سبورتس اندري بلاتش احسن ريباوندر بالبطوله. اللاعبين عنده 9 ريباوند افريج كل مباراه بيسجل على الثري بوينتس حاليا. لعب عمل تورنوفر لكن اللاعب المتصدر لحالات ضياع الكره باي ساعه الفلبينيه مالونزو بيحاوروا على الباسكت. حكم بيحتسب الفاول بيسجل الرميه الحره الاولى. الافضل على مستوى الستاتس ولا مايك يا مايك مايك ثاني محاولة له على الجيم بيسجل واحدة من تنتين بيسجل ليه الخوف اطلع فوق من عالي بيسجل علي حايدر الوحدات نقطتين يا ريت نسجل للرياضي نقطتين يا ريت نسجل للرياضي نقطتين 9-2 هيك بتدافع هيك بيربح الرياضي. مايك على الارض قلب كبير مايك إيفيبرا ما بيرحم مو شايف حدا ابدا الا البطولة تلاقي بيخلص الفرق لباسكت ويليامز بيعمل بنت علي بياخذ الجامب شوت الروعه. هارد لك يا علي معلي لك الروعه مايك الروعه مايك اسس الرياضي رح يتقدم بنقطه حاليا. خلينا نشوف دوين لا ممكن يعادل الارقام بيعادل بيتاخر بالرياكشن مدرب الفريق الفلبيني. عموما 16-14 وائل لحد هذا ما قلت لنا مساء الخير. علي بيقدر يقول لنا مساء الخير على الثري بوينت طبعا 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 نايس فوت وورك ترجع علي بس يتعود عليك رح يوقفك تماما. عموما الفريق الفلبيني بيحاول يعمل درايف شوف قديش تنويه عندهم شوف الدرايف شوف الدرايف بوينتس جود جوب روحي علي حيدر سجل تقدر ما حدا بقدر يوقفك طبعا قلب كبير مين يدفع ممكن يخلي اوه نايس بلوك شوت يا حتى يمنعه من السكرين. دوين جاكسون ما بيعطيه الجامب شوت كره بيسجلها بينتهي وبيتقدم الفريق الفلبيني باربع نقط 24 شكرا عند مازن مازن بيحاولوا على الباسكت برافو عليك يا وحش كندريك بروج لمالونزو. هاي التشكيله برايي قلت اخر دقيقه من الربع الاول حسوا تعبان بالتالي ميدل بياخذ الميدل محاوله يدور تحت الباسكت كره بتضيع بتضيع لا بتتسجل جود جاب ما عليه مايك مايك ما بيخاف من حدا مايك ما بيخاف من حايدر سكروا عليه تماما احسن وقت الرياضي يسكر الفارق ويتقدم كرة عند رينالدو بالكمان بالكمان بحراسة دوين جاكسون فيها مس ماتش دايما عرج وائل وائل بيحاول يعمل درايف فيها باسكت وكثير لاعبين على مستوى التسجيل لكن أكثر لاعب عمل تيرن أوفر ومان ماكنزي ماكنزي بدرايف ماكنزي جود جوب لماكنزي مول جود جوب رينالدو بالكمان أوف ذا وين روح اعمل بوكس أوت لا باسل هو اللي عمل الدفاع دائما عندي اوه نايس سبين نايس سبين باسكت والفاول على مين؟ على تعطي لنفسك سبيس حتى ما يكون في اي سبين اللي راح يمر ما راح تلاقوه ان شاء الله. 2 بوينتس ويليامز ويليامز على الارض بيسجل 3 بوينتس فقل المباراه على اربع نقط وعلى نقطه ممكن مايك اون فاير سجل لغايه الان اربع نقط مايتي سبورتس ان السكند شانس ربحوا باسكت والثري ثروز عند اندري برينالدو بالكمان امير بيتدخل الكره رجعت فلبينيه الفريق الفلبيني عم بيقاتل اكثر من لاعبين رياضي على الكره رجع سجل من جديد الاف 16 بيسلم عند البرنس هي على الارض عنده 6 بوينتس الكره هاي لو فيها بوش اندري بلاش تحت الباسكت اندري بيسجل اندري من التورن اوفرز اللي كان يعمله اوه فيها فاول على علي حيدر صرت برا اللعبه اندري بلاش بيسجل فارق 8 رياضي ما سجل وعلي علي بيحاول يعمل طبعا طبعا انت اقوى منه طبعا يا جبل هذا اللي بحكي كل ما تضيع الكره كل ما تضيع بيقدر يسجل رياضي بالفاست بريك رمية حرة الثاني 55-45 نتيجة متوقعة الآن رينالدو بالكون فيها فاول أربعة عمل هلب يا مايك إيفيبرا لأنه لحاله صعب صعب رح يربح منه الفاول ويسجل طبعا وعلي حيدر ما بينترك على أندري بلاتش على اللوب بوست مرة هيك فيها فاول على هارد كرة
اندري بلاتش، ما حدا مسك اندري بلاتش. شوفوا اللاعب اندري بلاتش وين عموما، هذا ويليامز على الارض بيسجل. رافينا، رافينا بدرايف، كره تحت الباسكت، 2 بوينتس بيسجلها. ديفنس بتحدث عنه طبعا، ما ترجع عنه، ما ترجع عنه. قرب يا داريان تونز، مش معقول، مش معقول. سهل 15 دقيقه بيقدر نادي الرياضي يرجع. صدقوني مشان الكلام فيها ووكينج على عراجي، بيحاول هنا فيها ثلاث رميات، لا الحكم ما احتسب فاول. عراجي ممكن يخليها بوقت صعب كثير. الرياضي عم بيعاند. اندري، اندري بلاتش، نايس باك. واو واو واو، مش معقول هالاندري، مش معقول. ويوقف رينالدو بالكمان. الكره على الكورنر، المفروض يكون سريع اللاعب اللي على الكورنر. قلت لك وحيده لفالنسيا، وبعد هيك فالنسيا دارك الامور وربح المباراه. لذلك الرياضي انت ويليامز، ويليامز وين الهيلب؟ ما في هيلب. باسكت ان سوبر تاب. بالكمان بدرايف، ما في كانه اي دفاع، راح واحد لواحد. رافينا، كل شيء، حتى هالايزي لي اب اللي عم بنشاهده امامنا، ايزي لي اب. دبل تيم، هذا المطلوب طبعا، الدبل تيم مع روتيشن، لكن ما تعطي ايزي باس. يعني مره ويليامز، جود جاب رودريك، ياخذ الجامب شوت. ويليامز ان اند اوت، لا ترجع. علي، علي روحوا عمل الدنك، علي روحوا عمل الدنك طبعا، روحوا عمل واحد لواحد. رجعنا لواحد واحد، لعب طول مترين و16 على علي حيدر، واحد لواحد. لكن الخيار مش ممتاز يا رودريك، انك تعطي اوفنسيف ريباوند، خلاص الامور بتروح. باينين لازم تكون اسرع بالرننج جيم. دوين جاكسون ثلاث مرات على التوالي، ثلاث مرات على التوالي. طف من الكره ما دام عم بيعمل دربل برا. دوين بيعطيه اوبن شوت، مش معقول يا دوين جاكسون. بوينتس ونعش امان الرياضي بالكامباك. يورستيب، باسكت ان، باسكت ان، باسكت ان، باسكت ان. 26 بوينتس ماتش، تقدر تربح منه الفاول، تعمل درايف طبعا، تقدر فاول طبعا، فاول ما بيرحم ابدا. واندري بيعمل نايس سبين باسكت ان، ما بيرحم. شاكيل اونيل اند دوين، دوين سجلت ثلاث مرات، رايح للرابعه. برافو عليك، برافو عليك. حالي قد ينهيها اندري بلاتش. كره محاوله الدرايف على الباسكت، بيسجل، مش معقول. ريباوند عم بيقاتلوا اللاعبين الفلبيني اكثر من لعيبه الرياضي. قلت مش مهم النتيجه. ويبدو زميله اللي احتك في ماكنزي مور لرينالدو بالكمان. ثلاثة فاول على ماكنزي، لاعب رقم 94 هو اللي عمل الفاول. بالربع الثالث تحديدا الفريق الفلبيني 28-15 هو اللي اعطى المباراة. وين جاكسون 10 نقط لعلي، 12 نقطة لعلي حيدر، صاروا 14. وبطولة دبي الدولية، او بيربح فريق فلبيني بطولة دبي الدولية لكرة السلة. هنا اللحظات، فريق مايتي سبورتس الفلبيني وجماهيره الكبير اللي آزرته من الجماهير تفرح، تحتفل بفريقها اللي راح يكون على مستوى رياضي، وكذلك جمعية السلة المغربي. تفضل زميلي حسن على